حبيباتي وش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل ملاح وانتم ما تشوفوا في لا فيديو تاعي تاع نهار اليوم. الوغ حبيباتي، لا فيديو تاع نهار اليوم عفويه 100%، ماني موجدت لها، ماني كتبت لها الموضوع. الموضوع هذا كان تطلب مني بزاف في القناه وما لبيت لكمش طالب تاعكم البنات حتى نهار اليوم وما وجدتلوش. خلاص كنت قاعده من بعد قلت علاه ما نوضش نصور لا فيديو تاع معاناتي مع حب الشباب والاكسبيريونس تاعي معاه. الوغ البنات راح نهضر لكم بكل عفويه، نعطيكم نصائح من القلب للقلب كيما يقول لك. نحب انا نصور دي فيديو هكا مانيش موجدت لهم، يعني ما بيش كيفاه راح تجي كامل. الوغ حبيباتي ما تنساوناش لي لايك وكملوا لا فيديو حتى للاخر للاستفاده، وما تنساوناش لو بارطاج الى حبيتو بيان سور. ولا عندكم بنات يعانيو من حب الشباب، صحاباتكم ولا خياتكم ولا دي كوزين تاعكم، ابعثوا لهم هاد الفيديو حبش حتى هما يستفادوا. يلا حبيباتي نروحوا نبداو الفيديو تاعنا. الو حبيباتي، اول حاجه بالنسبه لحب الشباب عادي، حاجه طبيعيه عند كل بنت او شاب. اليوم راح نهضر كتارة على البنات فوالا، باسكو انا اوتون كو طفله يعني على حساب حب الشباب تاعي وحب الشباب البنات. الحب تاع فتره الشباب يكون من فتره المراهقه وطلع، كاين اللي يبداهم 12 سنه 13 سنه كل وحده كيفاه، وكاين اللي عادي يعني ما يدير لهمش الحب. بالنسبه لي حبيباتي ما نضليش هذاك الحب الخشين واللي حاشاكم فيه القيح هذاك ويخرج ويطرطق وكامل، يعني ما كانش عندي هذاك الحب كامل الحمد لله يا ربي، وجهي كان صافي. ولكن الجبهه تاعي البنات هي اكثر منطقه دالي فيها الحب. وبالنسبه للحب اللي دالي في الرقيق كامل، ما يبانش كامل يعني قريب ما يبانش، يعني كما تشوفيهش في الضوء ومش هك في التصاور ما يبانش. خلاص راح اخلي لكم التصويره تاعو. ابخي انا كنت البنات نتقلق منه يعني كاي طفله، ما دابينا نكونوا شابين نكونوا بالبشره تاعنا صافيه وشابه، يعني كنت نشغل نتحرج منه انا وحدي مش على حاجه. ولا ايبا ديسيديت نروح للطبيب. قلت لماما بابا قالوا لي معليش شوي بيان سور من حقك، داوني الطبيب ورحت للديرماتولوج الطبيب تاع الجلد. بالنسبه للطبيبه اللي هنا في جيجل رحت عند الطبيبه، راح نخلي لكم الرقم تاعها ونخلي لكم بلاصه كابيني تاعها، يعني الطبيبه ما شاء الله اللي نسويفي عندها ديما ومام لا فامي تاعنا يسويفي عندها. الوغ رحت للطبيبه مدت لي هاد لي دو كريم، اكيد مدت لي الدواء. هي قالت لي سي تان ديبي داكني، يعني بدايه حب الشباب، دونك كان رقيق خلاص ما مش يحتاج حاجه كبيره. ولكن البنات حقيقه يعني المصروف تاع هذاك التريتمون دالي حوالي 600000، باسكو الدواء شويه غالي وما يترومبورساش فوالا. دونك مدت لي هذه، انا بالنسبه لي البنات ما كانش عندي غير في وجهي، كان عندي ما في ظهري ويديا فوالا. مدت لي هاد لا كريم، هاد لو جيل بلوتو، هذا هو. كاين ديفيرين وكاين كوتاكنيل. ديفيرين انا ما مدتهاليش، ما عنديش اوكين اكسبيريونس معها، الاكسبيريونس تاعي مع هادي كوتاكنيل يعني هايله ما شاء الله. لو 2.5 البنات ما ننصحكمش انكم تروحوا، هي تتباع نورمال في لي فارماسي هادي بالدراهم، يعني تقدري ما تشريها بلا لوردونونس بلا الوصفه الطبيه، ولكن ما ننصحكمش لانه كل واحد والبشره تاعو، من الافضل تروحوا للطبيب. والثانيه هذه هي كوتاكنيل، لو جيل كوتاكنيل 10%، هذا مدتهولي قالت لي ديريه في دراعك وفي ظهرك. الوغ بالنسبه لهاد لي دو كريم، لي دو جيل بلوتو او بيان دو كريم، هادو البنات يتحطوا في الظلمه، يعني قبل ما نرقد في الليل ما لازمش كامل الضو، سينو ما يكون عندهم حتى مفعول فوالا. بون
اكيد انها ما مدتليش غير هادو، لانه هادو كي تحطهم البنات ينشفوا البشره. كانت مدت لي اون كريم هيدراتونت اللي اسمها ديرماغور كولد، راح نخلي لكم صوره تاعها لانه كانت خلصت لي و ما زدتش شريت منها، ما عندهاش بزاف من اللي خلاصت وما زدتش شريت منها. ومدت لي تاني دي كومبريمي، نسيت كومبليتمون الاسم تاعهم باسكو الحكايه هذه عندها عام. مدت لي هذوك لي كومبريمي، مدت لي بزاف يعني، مدت لي كونتيتي قيس 3 شهور وانا نشرب فيهم. الحمد لله وجهي صفا يعني، ودي فوا ينوضولي هكذا دي بوطون صغار تاع كي تعرفوا لي زهرمون، ولا كي تقرب موعد الدوره الشهريه حشاكم، ولا لا حياء في الدين يعني. البنات كيما يقول لك رانا بنات في بنات، ماذا بينا دراري ما يدخلوش. فوالا. ومدت لي بما انه كنا في فصل الصيف، لازم 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 لونتي سولير ديما كاين، يعني لونتي سولير البنات ديروه مام اللي ما عندهاش الحب، ولا لازم 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 لانه يحمي البشره من أشعة الشمس. انا هذا هو اللي مدته لي، ايزيس فارما يتباع، الله ما علم نقول لك نغلطكم ولا يكون زاد السعر تاعو. جو بونس الا ما كذبنيش ربي والا ما نسيتش شريته واحد 200,000 وحاجه ليسونسييل. اما بلها بالنسبه للودغوز هذا اللي راكم تشوفوا فيه، يعني هدرت لكم بالنسبه للطبيب كي رحت عندها ومدت لي الدواء هذاك هو، يعني فريمون سقام لي. هي نورمالمون نولي كي نكمل التراتمون، مي انا ما حبيتش نولي حقيقه البنات باسكو الحمد لله يا ربي راح لي وكامل. بالنسبه لجل نيتوايون للوجه، سقسيتها قلت لها دكتور اسكو لازمني اجل نيتوايون هكا، اسكو لازم نشريه من لا فارماسي، اسكو نقدر نستعمل واحد انا مالفا نستعملو. قلت لها، قالت لي واش من جل جل نيتوايون تستعملي؟ قلت لها استعمل تاع فينوس، ماشي هذا البنات، هذا خرج جديد ما عنديش بزاف من اللي خرج. كنت نستعمل واحد اللي كنت شاركته معكم في الفيديوهات تاع العام اللي فات الى تشفاو لهم، دونك عطيت لكم رايي فيه. هذاك يعني ما شاء الله هذاك للبشره الدهنيه، باسكو انا كانت عندي بشره دهنيه شويه في الانف وفي الدقن وفي الجبهه، ما عندي ما نحكي لكم يعني، خصوصا في الدقن والانف كنت نستعمله هايل، ننقي الوجه نستعمله جوج خطرات في النهار مع لابوس فوريو اللي كانت دركا مكسره، هاي تكسرت لي. دونك هذاك راح نخلي لكم ثاني تصويرته هنا البنات في جهه من الجوايه، هي منا يا منا باش تشوفوه. هذاك ثاني مليح ننصحكم به خصوصا اصحاب البشره الدهنيه. الوغ والخطره هذه البنات راني نستعمل في هذا تاع فينوس اكني كونترول، يعني سبيسيالمون تاع لاكني وسبيسيالمون تاني بشره دهنيه ودات حب الشباب راني نستعمل فيه. باش نقول لكم ينحي الحب كومبليتمون البنات ما ينحيش، ما عنديش بزاف، هي شريته عندي بزاف ولكن ما كنتش نستعمله، خبيته باسكو كنت نستعمل تاني في صابون تاع اوريفلام. راح نخلي لكم تصويرته بما اني عملت في اوريفلام في لي برودوي هذوك كامل كنت انا نبيع فيهم. الوغ جبتو وجربتو هذاك فري صفالي وجهي البنات، ولكن للاسف انه شركه اوريفلام كانت غلقت درك الفرع تاعها في الجزائر. هذا اشروه البنات. بيان سور راني دوزت على بزاف لي زيتاب، درت صابون تاع هذاك صابون تاع الحبه السوداء، هذاك حقيقه ما عجبنيش يعني نوض لي الحب ما خرجش انا عليا. بيان سور كيما نقولها لكم نعاودها لكم، راني نهضر على ليكسبيريونس تاعي انا وقاعد بلا من كلمه انا. ودرك راني نستعمل في لا كريم نيفيا، يعني هايله غنيه عن التعريف. نستعمل نيفيا هذه كريم ولا نستعمل نيفيا سوفت، وحده من هادو الزوج. حاجه كيما نقول لك قد المقدور، مانيش خدامه مانيش يعني باش نروح نشري دي برودوي غاليين اكسيتيرا. وتاني كاين دي برودوي ما
malgré ماشي دي برودوي تاع لا فارماسي مي هايلين وملاح كيما لي برودوي فينوس كاين فيهم وعليهم يعني نيفيا كيف كيف لا كريم تاعها غنيه عن التعريف ما كاينش اللي ما يعرفهاش من بكري يستعملوها. و بارابور لودروز لودروز البنات انا كنت ديما ديماكيي به وجهي كي نروح للعرس ولا دي فوا كي نكون قاعده هكا يقتلني الفيد نروح نمزح وجهي به يعني ما كنتش مداومه عليه هو باش نعطيكم رايي تاعي فيه. اما بالنسبه للبنات حبيت ننصحكم والناس بكري والبنات تاع بكري كامل كانوا يستعملوا صابون الطرف صابون الحجره ما كاش اللي ما يعرفوش يعني قال لك يصفي الوجه ما قالتها لي تاني هي كانت تاني تستعملو قالت لي صفي الوجه وكامل يهضروا عليه يعني وان شاء الله يا ربي راح نجربو بعد ما نكمل. قلت لكم البنات اضطريت اني نقطع دونك بعد ما نجرب ان شاء الله نكمل هاد الجيل نيتوايون اللي راهو عندي تاع فينوس راح نجرب صابون الطرف. بالنسبه صابون الطرف البنات الا حبيتوا تستعملوه ديروه تاعكم برك شرو واحد وخبوه ديروه في ان بواط تاع صابون هادوك ديروه غير ليكم مخصص ليكم ما تغسلوا به الحوايج ما واحد ما يغسل به يعني يكون تاعكم شخصي هكذا باش ما نديرو حتى تخلط ولا باسكو تخلط هذاك هو اللي يزيد لكم في الحب. حبيباتي هكذا كنا لحقنا الاخر فيديو تاعنا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه والى الملتقى ان شاء الله.